على كل حاجة. اهلا بيكي أمينة ميعاد باحثة حرة. عاوزة اتعرف على فكرة شركة بندورة جت ازاي وعن منتجاتها. هي الفكرة بصراحة هي ما كانتش مرتبة يعني، ولكن انا كنت بعمل في جامعة القاهرة وسويت حالتي وخرجت معاش مبكر، وحبيت ان انا اعمل بيزنس صغير خاص بيا. فهي الفكرة جت من هنا يعني، لقيت نفسي لان انا بحب الاعشاب والطبيعية، فقلت اعمل بيوت سنتر خاص بالسيدات. فعملت فعلا، نفذت المشروع وكان الحمد لله كان مشروع ناجح وكويس. فمن خلال الممارسة والاشراف في المشروع فلقيت ان في حالات كتيرة جدا بتعاني من مشاكل الشعر والبشرة، فما كانش الموضوع يعني ذو اهمية بالنسبة لي عشان مش تخصصي، فما حبيتش ان انا اخد خطوة مش بتاعتي. بس انا كنت بعمل تركيبه كويسه للبشره فكانت جايبه نتيجه كويسه جدا، فكان بعض العملاء بيسالوا ليه ما بتعمليش حاجه خاصه بالشعر ادام انت شاطره كده في البشره. كنت بقول لهم لا، انا اخاف ان انا اعمل حاجه زي كده عشان مش تخصصي. الى ان في يوم من الايام شفت بنوته يوم زفافها، فالبنت دي اثرت فيها جامد جدا جدا لان حالتها كانت صعبه قوي قوي، كان شعرها كان صعب يعني، كان شبه ما فيش شعر عندها، فأثرت فيها جامد قوي بالسلبي. في يومها بصراحة ما عرفتش أنام، وقلت أكيد في بنات كتير زيها، ولكن هي اتجوزت ابن عمتها فممكن في بنات كتير زيها، ولكن مش لاقيين حل للمشكلة ديت وبالتالي مش قادرين يعيشوا حياتهم. فاليوم ده خدت قراري وحددت هدفي وقلت إن شاء الله بإذن الرحمن الرحيم أدور على حاجة لحل المشكلة دي، برغم ان انا مش تخصصي ولكن هلجأ للطب النبوي الاعشاب الطبية، لان في يقين جوايا ان رب العالمين ما خلقش حاجة الا اذا كان ليها. طبعا من انا طبيعتي من وانا طفلة صغيرة كنت بحب ان انا اقرأ في الاعشاب كتير قوي قوي، ودرست بعد كده بدأت ان انا اتطرق بقى في طريقة البحث واتطور، وبقيت يعني مش عايزه اقول لك بذلت مجهود كبير قد ايه يعني، قعدت سنين، قعدت بتاع حوالي 7 سنين ان انا في التركيبه دي لوحدها بس لغايه ما ربنا وفقني فيها. كل المنتجات اخذت ورقة اختراع؟ لا لا، مش كلها، مش كل المنتجات. انا عندي 11 منتج دلوقتي، لان بحاول ان اعمل مثلا على سبيل المثال مثلا عملت تركيبه الزيت اول حاجه، فقلت لا ما ينفعش ان انا اعمل الزيت لوحده، لازم اعمل شامبو، اعمل يعني بحيث ان اللي ياخد الزيت يبقى عارف هو هيستخدم ايه معايا يعني، عشان ما يستخدمش اي حاجه من بره تقوم تجيب اثار جانبيه. فعملت شامبو، عملت بلسم، عملت زيت تصفيف، عملت حاجات تانية كتير ده عناية بالشعر والبشره. المنتجات بتاعت حضرتك متوفره فين؟ هي من خلال اونلاين ومن خلال منفذين بيع خاصين بالشركه، واحد في جامعه الدول العربيه للمهندسين وواحد في 6 اكتوبر. ليه الدعايه للمنتج ضعيفه قوي كده؟ عشان ما فيش يعني، انا استنفذت فلوس كتيره جدا خلال البحث وعشان اوصل للمرحله اللي انا فيها واعمل خط انتاج، وكل دي تكلفه عاليه عليا، و ما فيش استنفذت كل ما املك يعني عشان خاطر اوصل للمرحله اللي انا فيها دي، فده السبب الرئيسي يعني. لا، هي تركيبه الزيت لوحدها اخذت بتاع حوالي ما يقرب من 7 سنين، ولكن انا دلوقتي داخله في حوالي 12 سنه. في لان ايام ما كنت بعمل البحث كنت بعمل فايلات، فلما تقابلني معلومه معينه حاسه ان انا هي ممكن اطلع منها حاجه فكنت بعمل لها فايل واكتب البيانات بتاعتها وبركنها على جنب. لما خلصت تركيبه زيت بدات ان انا ارجع للوراء عشان اشوف المعلومات اللي كانت بتقابلني، هل ممكن انا استفيد منها اعشاب معينه، عشبه معينه، معلومه معينه. وعلى سبيل المثال بدات ان انا انفذ حاجات تانية يعني الحمد لله. مراحل كتيره ومراحل صعبه قوي قوي يعني، مش عايزه اقول لك صعب. إفادة كل اختراع هو طبعا بيختلف من اختراع لآخر. أنا عندي تركيبة الزيت ديت بتفيد، طبعا احنا المتعارف عليه علميا ان في احصائية علمية بتقولك في اكتر من حوالي 900 مليون سيدة بتعاني من مشاكل الشعر على مستوى العالم كله، في اطفال كتيرة جدا بتعاني من مشاكل الشعر. ده طبعا بيسبب في مشاكل اجتماعية ومشاكل نفسية، هذاك ازاي،
وبالتالي الحمد لله رب العالمين لما المشكله دي بتتحل فبيعود بحاله نفسيه كويسه ومبقاش في مشاكل اجتماعيه، وبالتالي بتحل مشاكل كتير. ولكن في اختراع تاني، صابون قشر رز. ده صابون قشر رز ده، هو طبعا انا عملت لقشر رز عمليه تدوير، اعاده تدوير للصناعه، ان يعني بيبقى في فائض منه بتاع حوالي ما يقرب من حوالي 700 مليون طن في السنه، ده بيتحرق في، لان طبعا المتعارف علينا قشر الرز بيدخل في صناعات كتيره، ولكن بيفيد منه فائض كتير بتاع حوالي 7 مليون طن. فال 7 مليون طن دول عملت لهم اعاده تدوير، وان شاء الله على نهايه السنه دي مش هيبقى في قشر رز خالص، يتحرق باذن الله. طرق استخدام المنتجات، هو الزيت طبعا، زيت التركيبه بتاعت الشعر، الحاله الجمالية شكل الشعر، دي بتبقى حضرتك بتختلف من شخص لاخر على حسب الحاله نفسها. ان في حالات لازم تستخدمه يوميا، في حالات لازم تستخدم معاه الاسبراي. على سبيل المثال عندك حاله اللي بتبقى الثعلبه الالوبيشيا، لازم يستخدم الاسبراي مع زيت، عشان بتبقى المسام بتاعه فروه الراس بتبقى شبه مغلقه، المسام مقفوله خالص نهائي، وبتبقى البصيله مفيش، يعني مفيش بصيله خالص. فبالتالي الاسبراي، ابتكرت الاسبراي دوت، ده برضه مستخلصات اعشاب برضه مائيه، بحيث ان هو فروه الراس تمتص بسهوله، وفي نفس الوقت بيؤهل ان الزيت ينزل بطريقه سليمه وصحيحه للبصيله، يساعد على تغذيتها. هل توجد اثار جانبيه لاي منتج؟ لا لا، الحمد لله مفيش اي اثار جانبيه خالص. لو فرض لأسوأ الظروف دخل المعده ملوش اي اثار جانبيه خالص نهائي، الحمد لله. اكثر مشاكل بتقابل الناس هي القشره وتساقط الشعر ومصدع الكوليا والبشره، حضرتك حاولتي تعالجي المشاكل دي؟ اه طبعا، اه طبعا. هو بالنسبه لل، انا عايزه الفت نظر حضرتك لحاجه من خلال بحثي انا وتحليلي انا، ان مفيش حاجه اسمها قشره. القشره دي انا بشخصها في حاله واحده فقط لا غير، واللي هي ايه، اللي هي في حاله لما يكون الانسان مصاب بفطر معين في فروه راسه، فانا بقول في الحاله دي بيحصل انقسام في الانسجه بتاعه فروه الراس، فبالتالي بيحصل قشور جلديه. ولكن احنا مش هنقول اي حاجه بتظهر في فروه الراس دي قشره، لا دي مش قشره، دي بتبقى طبقه شموع نتيجه استخدام مستحضرات تجميل فيها مواد كيميائيه او شموع، فبالتالي بتظهر مع كل الناس اللي هي اللي بيقولوا عليها قشره، لكن هي في الحقيقه مش قشره. من خلال البحث اكتشفت ده، فبناء عليه بدات ادور على، كنت بدور على السبب اللي بيؤدي الى ان تكتم فروه الراس او تكتم المسام، وبالتالي بتحصل المشاكل دي كلها، وتمنع ان الشعرية تاخد الدورة الطبيعية بتاعتها، او البصيلة تاخد الدورة الطبيعية بتاعتها. فمفيش، هي قشرة بتبقى في حالة اصابة في فروة الراس بالفطر بس، مش اكتر ولا اقل. لا، الصلع بالنسبة للصلع الوراثي ده حضرتك مع السيدات الحمد لله بيجيب نتيجة كويسة جدا، بيجيب هنقول بنسبة 85% مع السيدات، اما بالنسبة للرجالة بيجيب بنسبة 25-30%. ولكن مش بالضروره يكون حد عنده مشكله عشان يستخدم تركيبه الزيت، ممكن يستخدمه كوقايه وحمايه للبصيله، ممكن اطفال من سن سنتين يستخدموه مفيش مشاكل خالص اطلاقا، مفيش مشكله خالص. والشعر الابيض؟ لا، الشعر الابيض ده قصه تانية بقى، ده بس هو الحمد لله رب العالمين التركيبه بتساعد على، لان البصيله بيبقى ليها اكتر من وظيفه، من ضمن الوظيفه بتاعت البصيله ان هي فرز المادة الصبغية للشعراية، وده برضه بيرجع في عوامل وراثية كتير بتؤدي لذلك. يعني في ناس بيبقى عندها استعداد للشيب مبكر، وفي ناس لا مبقاش عندها استعداد. فالزيت بيعمل على تحفيز البصيلة بحيث ان هي بتفرز المادة الصبغية بسهولة يعني، ولكن ده بيبقى داخل فيها عامل وراثي شوية يعني. طب حضرتك تنصحي الناس ازاي تفرق بين المنتجات الصحية ومنتجات الضرر للبشرة والشعر؟ لا، دي قصة طويلة وعريضة بقى. هنقول مثلا على سبيل المثال عندك الشامبو مثلا، الشامبو كل ما كان شفاف وكل ما كان اللزوجه بتاعته شبه سايله عامل زي العسل، ده اعرفي ان هو طبيعي يعني ما فيهوش مواد كيميائيه. ولكن كل ما كانت اللزوجه بتاعته عاليه وتحس ان في الوان مبهره يعني عايز اقول لك ولون كده، لون الصدف كده، فاعرفي ان ده في مواد كيميائيه كتير. الزيت الطبيعي ده مستخلصات من اعشاب طبيعيه زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلقها، ولكن برضو في الزيوت الطبيعيه بتختلف على حسب طريقه العصر نفسها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في زيت بيتعصر على البارد، وزيت بيستخلصوا العشبه بيطلعوا منها الزيت على السخن، وده بتفقد المواد الفعاله بتاعتها. كل ما كان الزيت بيتعصر على البارد كل ما كانت الفايده بتاعته بتكون اقوى وافضل كتير.
الفرق ما بين الزيت المعدني والزيت الطبيعي، الزيت المعدني بيبقى مشتق من مشتقات البترول، يعني من احدى مشتقات البترول، فده بيبقى صعب شويه، وفي نفس الوقت ليه اضراره الجانبيه برضو على البصيله نفسها او على الجلد نفسه، يعني مش زي الزيت الطبيعي، لان كنت ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش حاجه هتضر البشر ابدا ابدا، هو بس التدخل البشر هو اللي بيضر البشر ببعضه مش اكتر. يعني لا، دي لوحدها، ده منتج وده منتج تاني خالص نهائي. فايدة اللوفة ان هي بتستخدم مرة واحدة فقط لا غير، وبتترمي، لان انا اكتشفت من خلال البحث ان في بعض امراض جلدية كتير جدا ما بتخفش بسبب اللوفة، ولان اللوفة بيئة مؤهلة ان هي حاملة للفطريات والبكتيريا، فبالتالي الامراض الجلديه ما بتخفش منها ما بتخفش بسهوله. ليه؟ الفطر متراكم على اللوفه، وبترجع تستخدمها تاني وتالت ورابع ورابع وخامس والكلام ده كله. فاكتشفت ان الموضوع ده خطا جدا وكبير جدا، فانا عملت اللوفه اللي هي تستخدم مره واحده وبقى فيها الماتيريال بتاعها، وفي نفس الوقت بتساعد على عدم تراكم الفطريات على البشره، وبتترمي، ودي مفيده جدا كمان للناس اللي تبقى عندها امراض جلديه او غير امراض جلديه، فبتستخدم صحيه يعني مفيده. اما بالنسبه للصابونه، الصابونه زي ما قلت لحضرتك ان هي انا حبيت ان انا استغل قشر الرز بحيث ان انا استفيد منه، بدل ما هو مضر للبيئه وبيسبب امراض كتير وبيسبب مشاكل كتيره جدا، فليه احنا ما نستفدش منه اقتصاديا، وفي نفس الوقت هيعود علينا بعائد كبير جدا يعني، وهنشغل عماله وقصص وحكايات كتير. يعني الفرق ما بين الصابونه ان الصابونه الصابونه العاديه وداخلها كيميكالز، المتعارف علينا دايما في صناعه الصابون ان لازم عشان تحصل عمليه التصبن ان بيتضاف ساعات البوتاس على الزيت لدرجه حراره معينه عاليه جدا عشان تحصل عمليه التصبن، ولكن الحمد لله انا كسرت القاعده دي. صابونه قشر رز ما فيهاش مواد كيميائيه خالص نهائي، الزيت بيبقى على البارد، مفيد جدا جدا، كل المكونات بتاعت صابونه قشر رز فيها مواد طبيعيه ما فيهاش كيميكالز خالص. لا، اشتركت في مسابقات كتيرة جدا الحمد لله، على سبيل المثال عندك في جنيف، في أمريكا، في الصين، في دول كتيرة جدا الحمد لله، حفل دولية كبيرة، ويعني عايز أقولك انترناشونال، يعني مش أي محافل، والحمد لله حصلت على جوائز كتيرة عديدة قيمة. يعني حضرتك أخدتي جائزة من جمعية المصنعات على مستوى العالم في كوريا، هي الجائزة كانت عن جميع منتجات بندورة ولا صابونة بس؟ لا، بالنسبة لكوريا كان سنة 2013، ودي كان أول دولة تكرمني هي كوريا الجنوبية سنة 2013، كان على تركيبة الزيت. سنة 2016 كرمتني على شامبو اسبري، وكرمتني على صابونة قشر رز بميدالية ذهبية. ممكن توافقي على شراكة من جهة خارجية؟ لا صعب، لو كنت عايزه اشارك كنت شاركت من سنين فاتت، لكن انا عايزه المنتج يبقى، لو حد هيستثمر هنا داخل مصر انا ما عنديش مشكله، ولكن خارج مصر لا. عندك افكار لسه ما ظهرتش للنور؟ اه طبعا عندي، الحمد لله رب العالمين، ربنا انعم عليا بعلم كتير، وان شاء الله باذن الرحمن الرحيم في حاجات كتير هتفيد البشر كله، مش هتفيد اهل مصر بس، لا هتفيد ناس كتيره جدا. حضرتك بتعملي حاجه للصيدليه؟ ان شاء الله باذن الرحمن الرحيم ان شاء الله. والله عايزه اقول لحضرتك الحاجه، هو المشاكل كتيره يعني، المفروض ان يبقى في معمل على مستوى كبير، في امكانيات كبيره، مش لي انا لوحدي، للباحثين عموما بصفه عامه يعني، دي كبيره، مشكله كبيره جدا بتقابلهم على فكره، اي باحث بتقابل المشكله دي. انا نفذت الحمد لله من 3 سنين، نفذت انا عندي دلوقتي 12 منتج، ال 12 منتج الحمد لله بانتجهم من مؤجره مصنع وبنتج فيه الحمد لله. شكرا. العفو، تحت امرك.